لاعب لعب لفريق نهضة العرائش ثم فريق الحي الجديد التحق به شباب العرائش والآن مقيم في ديار إسبانيا ويحل معنا اليوم ضيف ننادي على إدريس القرشي. إدريس القرشي ضد الحي الجديد لعب كما قلت مع فريق نهضة مع فريق الحي الجديد ومع فريق شباب العرائش. إدريس القرشي تفضل إدريس. إدريس عفوا إذا توقع الرئيس أتهضر ضروري أخي إدريس شحال ما هضرتي خمس شحال أنت بعدا في الموضوع قول الناس بعدا شحال أنت في الموضوع لا أختك تهضر حنا ما سمعناكش. السلام عليكم. وفي الحقيقة الشوط كيرجع لي سي أسامة ورضا وسي أحمد الماموني جمعنا بهاد الرسالة وبزاف الوجوه ما شفناهم شي واحد المدة طويلة. وفي الحقيقة حنا في الحال تاع الجلوس ولاد علي شفناهم وعطات تشويش على الملعب ديال مدينة العرائش. هذه واحد الأسبوع جينا نكون مع الفتحة في باطن مدينة العرائش أصبحنا لعبنا في القصر الكبير. وهذه الرسالة هذه كنصيفطها للمجلس البلدي ديال مدينة العرائش. لأن يعضو هذا المجلس متبعا في نفس الكلام لي كنتمنى لكم التوفيق. تفضل. وفي الحقيقة ما خصناش ننسى الإخوان اللي دازوا في هذا الملعب هذا منهم عمر ياسي عبد الرحمن اللاحي وهذا واحد الفضل كبير في هذه المدينة هذه. وما خصناش ننسى هذا النجوم اللي دازوا في هذه المدينة العرائش وخصنا نذكر عليهم شويش. وفي الحقيقة نعاونوا بالملاعبنا في مدينة العرائش. شكرا سيدريس. وغادي يتقدم رضا العماني. تفضل رضا. رضا